الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بحمده وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى والحق مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله سبحانه. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر الأحبة، في تقارب الديار البعيدة واختصار الأزمنة المديدة، نعمة من الله وعطاء، وهو امتحان منه وابتلاء. وصف ربنا سبحانه وتعالى حال نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام حينما رأى عرش بلقيس مستقراً أمام عينيه في طرفة عين، فقال تعالى: فلما رآه مستقراً عنده قال: هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فنسب سليمان عليه الصلاة والسلام الفضل إلى واهبه والشكر لمانحه، وأن الله تعالى يريد بذلك أن يرى شكره أو كفره. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وما من نعمة أيها المؤمنون، ما من نعمة ينعم الله بها علينا إلا وله فيها حكمة، ولعباده فيها أحوال بين الشكر تارة وبين الكفر تارة. إخوة الإسلام، إن من الخطأ الجسيم أن نذم كل جديد حال فشلنا في استغلاله وحسن استخدامه، فكم من أمور سهلتها تلك الأجهزة على البشرية. نعم، فمن الناس من جعلها بوابة خير وعلم، ومنبر إيمان يبث فيه الوعي بين الناس، يعلمهم دينهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام في فضاء واسع بلا حدود، ويصدع بالحق بلا قيود. وأما شؤون الدنيا فمنافع كثيرة: إنجاز سريع في الخدمات، وإتمام للمعاملات في المصارف والجامعات، وتدبير للسفر عبر المطارات والطرقات بدقة وانتظام، وتوفير للمال والأوقات، فسهل التواصل بين الأرحام والناس في نفس اللحظات. وقد كان الناس قديماً يكتبون المكاتيب ويحملها البريد على الدواب وربما على أرجل الحمام شهوراً طويلة، وقد تصل أو لا تصل. أما اليوم، تكون في بلدك ويجيبك صاحبك وهو في أقصى الأرض في نفس اللحظة، فكم سهل هذا من عناء، وكم أراح من شقاء. فلله وحده الحمد أولاً وآخراً. أيها المسلمون، ومع إقبال الناس على برامج التواصل الاجتماعي بكل صورها وأنواعها، لا بد وأن نلقي نظرة على الوضع الحاصل في برامج التواصل. فكم غيرت من أعراف وعادات، وكم قطعت من علاقات ومودات، فصارت عند بعضهم وسائل تدابر وتفاصل لا اجتماع ولا تواصل. أما البيوت، فالكبير والصغير شغل بجهازه، فلا حوار يدار ولا حديث يقال، بل كل مشغول بجهازه في جده ونشاطه وعلى سفرته وطعامه، وحتى في وقت نومه وتحت غطائه. وربما غلبه التعب فينام، فلا وتر ولا صلاة ولا قيام، وحين الاستيقاظ من النوم يستفتح يومه على الجهاز ليدرك ما فاته من محادثات وتغريدات وصور ومراسلات، ولا تسأل عن الصلاة فوقتها قد فات. هل يعقل هذا يا عباد الله؟ هل يعقل هذا يا عباد الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن لجسدك عليك حقا،
وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. كم تلاشت عند البعض المبادئ وتكاثرت الأخطار والمساوئ، ومن مساوئ هذا التواصل ما يكون من التقارب الخفي بين الجنسين. وقد حذر المعصوم صلى الله عليه وسلم من هذا فقال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فكم حصل من الشتات والشقاق، وكم وقع الفراق والطلاق بسبب هدر الأوقات وتضيع الساعات من كلا الزوجين على تلك البرامج والمحادثات. بل كم من فتاة مسكينة تغريها كلمات الحفاوة والتقدير في برامج مشبوهة تجيد الانتهاز، ولكنها تتربص بالغافلات بغية الابتزاز. فكان ثمن هذا كله التعارف، كانت نهايته باهظة وثمنه غالٍ، حتى ألجأ ذلك الدولة مشكورة إلى مكافحة هذه الشرور عبر جهاز يسمى مكافحة الجرائم الإلكترونية. لماذا كل هذا أيها الإخوة؟ لأن الأحوال تغيرت والعادات تبدلت. حال الشباب فلهم شأن آخر وضحية من نوع آخر. ففي دراسة جامعية تقول إن ثلث طلاب الجامعات يستهلكون أكثر من 6 ساعات يومياً في استخدام الهاتف الذكي. فكم من الساعات النفيسة تضيع هباءً منثوراً من الأعمار بلا فائدة ولا عائدة على الفرد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 5. ثم ذكر عن عمره فيما أفناه، وخص الشباب فقال: وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. أما الأطفال أيها المسلمون، فكم أدى ذلك الإدمان إلى الوحدة عن الأسرة واعتزال المجتمع، وكم أدت هذه الأجهزة إلى أمراض الخمول والتوتر في الأجسام، بل إلى إنهاك في نعمة البصر واعتلال في المخ والأعصاب بسبب هذا الإدمان الرخيص. فكم تكاثرت أرقامها المخيفة في المستشفيات، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسوف يسأل كل واحد منا، سوف يسأل كل ولي أمر عما استرعاه الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. أيها المسلمون، إن هذه الأجهزة قد تكون سلاحاً ذا حدين إذا لم يحسن الإنسان استغلالها، فلا بد من العمل على كسب منافعها والاستفادة منها بدلا من أن تكون داخلة علينا بالوزر والآثام. فمن حالات الإدمان الواجب الحذر منها والبعد عنها ما يكون من نشر أسرار الناس وزلاتهم وتتبع معايبهم وعوراتهم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنبر فنادى بصوت عال رفيع وقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تطلبوا عثراتهم، فإنه من يطلب عورة المسلم يطلب الله عورته، ومن يطلب الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. ومن هذه المساوئ نشر الشائعات دون تثبت ولا ترون، فيظلمون ويفترون وهم لا يشعرون بما يفعلون. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ويذم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء فيقول عليه الصلاة والسلام: بئس مطية الرجل زعموا. وفي حديث آخر يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أيها المسلمون، إن من آفات هذه البرامج ما يحصل من الجدال الطويل والنقاش العقيم دون جدوى، وترك ذلك أولى للمؤمن لينال بذلك الدرجة العالية التي ندب إليها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: أنا زعيم في بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا.
وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. اللهم جمل أخلاقنا بالإيمان، وارزقنا خير الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. عباد الله، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فطوبى للمستغفرين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أيها المباركون، اتقوا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واتقوا الله تعالى في السر والعلن، وحافظوا على الفرائض والسنن تفوزوا برضا الله وبجنات عدن. معاشر المسلمين، إنما نشاهده في هذا الزمان من التقارب الذي ليس له مثيل لهو نوع من أشراط الساعة، فإنها قربت كل بعيد وألغت الحدود بين الدول والناس، مما جعل كثيراً من الناس يعيش بأكثر من مكان في نفس اللحظة، فقد يصلي وقلبه في السوق، وربما هو في الدراسة لكن قلبه وبصره في الملاعب. وأخطر هذا وأخطر من هذا كله أن يتشكل الإنسان بأكثر من وجه في برامج التواصل، فيعيش وجهين متنافرين، فهو ذو عقل ووقار وحياء أمام الناس، يغض بصره ويحفظ جوارحه، لكنه شخص آخر إذا خلى بهذه الوسائل، وهو وجه مخالف لما في الباطن. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم أقواما على هذه الأحوال، فعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نعوذ بالله تعالى من هذا المصير. إذن أيها المؤمنون، الله الله بالمراقبة وبالعمل بالإخلاص والمتابعة. يقول سفيان الثوري رحمه الله: عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء. وقال رجل للجنيد رحمه الله: بما أستعين على غض البصر؟ فقال: بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. اللهم جملنا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله أمركم بأمر عظيم ابتدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيها بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال ربنا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وانعم وأكرم على عبدك المصطفى وحبيبك المجتبى، وعلى آله نجوم الهدى وأصحابه مصابيح الدجى، وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان عونا ونصيرا، واجعلهم في رعايتك وعنايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم ولي علينا خيارنا، واكف عنا شرارنا، ووفق أميرنا وولي عهده لهداك، واجعل عملهما في رضاك، وهيئ لهما بطانة صالحة ناصحة راشدة تدلهم على الخير وتعينهم عليه، واصرف عنهم بطانة السوء يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا لنفوسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، اشف مريضنا، وعاف مبتلانا، وارحم ميتنا، واغفر ذنبنا، واقبل توبتنا، واجعلنا من عبادك الموحدين الصالحين في الدنيا، ومن المقبولين في الآخرة،
عباد الله، اذكروا الله تعالى في كل أوقاتكم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا، تناظروا، سدوا الخلل، يرحمني يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد،
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.